في المرسلين. شكرا السيد نائب المحترم على هذا السؤال المهم جدا الذي يستند في الإجابة عنه على النص الدستوري وكذلك على القانون، مشروع قانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري سابق، وكذلك في إطار السياسة العمومية المندمجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. الجانب المتعلق بالتمكين الاقتصادي فيه شقين، شق المرتبط بالاقتصاد التضامني بشكل عام والذي نسهر عليه من خلال المؤسسات العمومية تحت الوصاية، والشق الثاني المتعلق بصندوق التماسك الاجتماعي في إطار قانون المالية الذي صادقتم عليه والذي فعلناه في الشق الذي يخص الأشخاص في وضعية إعاقة. وبذلك فنحن بصدد تهيئ لبرنامج الأنشطة المدرة للدخل اللي هي كنشتغلوا بها سنين لكن اليوم عندها اعتمادات مرصودة، وكذلك استهدافها هو الشخص في وضعية إعاقة ماشي شي حد آخر. إذن اليوم صندوق التماسك الاجتماعي يمكننا من التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة بشراكة مع الجمعيات، حيث أن المشاريع تقدم للجمعيات والتمويل يأتي من القطاع. السيد الرئيس، بأن 7% كتعلق بالوظيفة العمومية وماشي في الجانب المتعلق بالتمكين الاقتصادي. الجانب اللي تكلمنا عليه مرتبط بقانون المالية اللي ما صادقتو على هذه الفقرة المتعلقة بتفعيل صندوق التماسك الاجتماعي حتى برسم سنة 2014، فبعد مصادقة مؤسساتكم المحترمة عاد بدينا كنشتغلوا على تفعيل الصندوق. شكرا سيدة النائبة، عاد بديتو كتشتغلوا. شكرا.